أستاذ كرم، على ذكر يعني ما يمثله الإعلام من أهمية للأمن القومي للدول، البعض ممكن يرى أن هذا قد يؤثر على حرية الإعلام، الحرية المنطقية، الرئة التي يتنفس بها الإعلام، وحضرتك الآن في موضع تنظيمي وموضع مسؤول عن تنظيم الإعلام في مصر، كيف يمكن أن تحقق الموائمة، أن تضبط العملية الإعلامية بما يحفظ الأمن القومي للدولة ومهمة الإعلام في الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وفي نفس الوقت تضمن الحرية المطلوبة للعمل الإعلامي؟ الأمن القومي يعني لم يعد من النظريات الغامضة، ولكن له مفاهيم محددة. الأمن القومي بيشمل عدة أمور، الشعب نفسه ووحدته، فممنوع على الإعلام أنه يعبث بوحدة الشعب. وحدة الشعب يعني في مصر عندنا مسلمين وأخباط، من يقترب من هذه القضية ليفسدها بيمس الأمن القومي المصري. عندنا مؤسسات الدولة وفي صدراتها القوات المسلحة، من يقترب من هذه المؤسسة بيمس الأمن القومي المصري، لأن الدول التي انهارت عندما انهارت جيوشها، ومصر بقيت صامدة لأن الجيش المصري بقي صامدا وحافظ على الدولة. عندي كمان من أهم بنود الأمن القومي العلم والنشيد. لينا علم ولينا نشيد ولينا هتاف، فما تجيش تقول لي بقى إيه اعمل علم اسود بتاع داعش او اغني صليل الصواري في مناسبة او غير مناسبة، او تبقى عنصر درامي. الارض دي من الامن القومي، اهم عناصر الامن القومي. واحنا فاكرين بعد حرب 67 واحتلال سيناء المصريين كلهم قعدوا يعيطوا يا بيوت السويس وراجعين لك يا سيناء، ولم يغمض جفن مصر والمصريين الا بعد تحرير سيناء. فاذا دي المعاني والمفاهيم الذي يجب ان يكرسها الاعلام، ما لا يعبث في هذا المخزون الاستراتيجي. ما عدا ذلك الحرية متاحة، على فكرة أي حرية متاحة، وإحنا مؤمنين بأن أخطاء الحرية أو أخطاء الديمقراطية بتعالج أيضا بوسائل وأدوات ديمقراطية. طيب إذا سمحت لي حضرتك قبل أن أنتقل للدكتور ماجد، حضرتك عائد للتو من السعودية، كيف رصدت عملية التطور في السعودية خلال زيارتك الأخيرة؟ أنا رأيت في السعودية تقدم كبير جدا. يمكن أنا آخر مرة زرت السعودية قبل المرة الأخيرة كان في قمة في الدمام. المرة دي رصدت تقدم كبير، مشاركة أكبر ودور إيجابي مهم جدا للمرأة السعودية. بدأت يعني بتبقى في مشاركة مهمة، وإحنا عارفين دلوقتي يمكن مستوى تقدم الشعوب لا يقاس بالدخل القومي بالدرجة الأولى، ولكن بيقاس بمدى مشاركة النساء في المجتمع وفي مختلف الوظائف العامة. فأنا شايف بالعكس في بعض أماكن كنا بنلمح. يمكن أنا زرت مبنى التلفزيون السعودي في الرياض، وجدت الحقيقة عدد من الشابات والسيدات السعوديات في منتهى الخبرة والكفاءة، وقاعدين بيشتغلوا بكفاءة لا تقل عن زملائهم، فده تطور مهم جدا. شاهدت كمان ان السعوديه فيها يمكن ثوره تكنولوجيه مهمه جدا. دخول المولات ودخول الكعبه اصبح عن طريق يعني جروب بيتعمل، فبقت العمليه منظمه، اجراءات احترازيه مهمه جدا، الناس بتنفذ هذا الامر. يعني مثلا اذا دخلت مكان هناك بدون كمامه تلاقي الناس نفسهم لا البس الكمامه وهكذا. أنا ملاحظ في تغير إيجابي كبير جدا في المملكة العربية السعودية، في ارتفعت درجات الوعي الثقافي. التلفزيون السعودي بقى بيقدم برامج عظيمة وبرامج رائعة. لاحظت رغبة كمان إننا نشتغل في قضايا الوعي والتنوير مع بعض. ليه؟ لأن في هموم ومشغوليات مشتركة ما بيننا.